أمنيا دائما. تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية ببرتوتا بالعاصمة من اكتشاف ورشتين سريتين لتقليد علامات تجارية لمواد التنظيف عالمية ووطنية، حيث تم توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم بعد شكوى رفعها أحد مصنعي هذه العلامة مفادها تواجد بالسوق منتجات شبيهة بمنتجاته. مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بأرتوتا، قضية تتعلق بتقليد علامات تجارية لمواد تنظيف عالمية ووطنية مع الغش في المنتوج، حيث تم توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم في قضية الحال. العملية كانت بناء على شكوى مقيدة من طرف أحد مصنعي هذه العلامات مفادها تواجد بالسوق منتجات شبيهة بمنتجاته. سيتم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة.